ورحمة الله وبركاته. حاجه مع اخوكم تيركس ورجعنا لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو جبنا لكم منتجات من قوي من هذا الموقع الصراحه ما ادري ايش اسمه. شو بوريكم اسمه نورا. هذا هو طبعا بالانجليزي. عندنا هنا هذه المواقع حقته وطلبنا ثلاث اشياء من هذا الموقع واليوم بنسوي انبوكسنج عليهم وبنفتحهم قدامكم. طبعا نشوف اول منتج اللي هو باور بانك الكبير. دقيقه هذا هو. نجيب الثاني منتج شاحن ومعه سلكة. واخر شيء الباور بانك الصغير لو تلاحظون. طبعا هذا الكيس ما في شيء من الداخل نحطه على جنب الحين. اوكي هذه الاغراض. خلينا نبدا باول غرض اللي هو خلينا نبدا باول شيء الشاحن ونفتح. اوكي طبعا بنفك الحين. اوكي فكيناه. خلينا نشوف قدامكم المنتج كيف من شكله. اوكي قطع امه بعد. اوكي صراحة التغليف مرة فخم. اوكي طبعا اللي يقول هذا وش فائدته في السوني وكذا. طبعا اذا عندك طفت عليك اليد وكذا يمديك تشحن هذه الشواحن اللي هي الباور بانك وكذا. عندنا اول شيء الراس هذه تلاحظون مرة تصميم خرافي قوي. وهنا USB 2 يمديك تشحن فيه جوالات اذا تبي جوالين مع بعض اذا كان ايفون او سامسونج. طبعا هذا حق الفيش. وعندنا هنا سلك تقريبا طوله مترين مدري. هذا هو قدامكم. خلينا نحاول نفكه. مره طويل صراحه. ف هذا هو مره كبير لو تلاحظون بس ما يمدينا نفكه الحين فخل على جنب ونروح يعني المنتج اللي بعده. طبعا ما في شيء كرتون فاضي لو تلاحظون وبس مع التعليمات ما ادري ايش وضعها. اوكي نروح المنتج اللي بعده. اللي بعده طول العمر والسلامه الباور بانك الصغير تلاحظون هذا هو. طبعا الصغير احسن من الكبير بكثير لانه يمديك تشيله ولكن هذا يعني يشحن 7000 والكبير 17000. فاذا انتم عائله انصحكم بالكبير اكثر. طبعا هو عرض عليهم كلهم ب 250 ريال تقريبا او ب 240 ما ادري والله. قطع ام يا رجال قطع ام الكرتون. اوكي صراحه التغليف مره بطل. طبعا قوي يغلف او الشركه اللي توصل تغلف في كيس اللي في الرياض والمناطق القريبه من الشركه. اما غير كذا فتشحن لك في كرتون. اوكي تقريبا معاه سلك. اوكي والله معاه سلك. اي والله معاه سلك شاحن. اوكي عندنا اول شيء اليو اس بي هذا سلك شاحن والباور بانك هذا هو باور بانك. لو تلاحظون شكل مره فخم. اوكي اشتغل لو تلاحظون. عندك يو اس بي والمكان اللي تشحن منه الباور بانك لو تلاحظ. وما في شيء ثاني. نروح الباور بانك الكبير. طبعا هنا في حوسه خلنا نرتب ونرجع. هنا اخر منتج يا شباب اللي هو الباور بانك الكبير. طبعا اعذروني مره يا شباب على التصوير لان حسيته مره خايس لان صعب مره افتح وانا قاعد اصور. وش اسمه اللي كان يثبت الكام عندي انكسر. صراحه كان مره بيفيدني في الانبوكسينج بس للاسف الشديد انه خرب. اوكي والله منتجاتهم مره بطل يا شباب. ممكن احط لكم موقع تحت اللي بيشتري من عندهم شيء ولا كذا. احط لكم رابط تحت في الديسكريبشن اللي بيشتري نفس هذا العرض تقريبا هو حتى الان موجود. اوكي نفك الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يلا. اوكي هذا الباور بانك وهذا التعليمات برضو ولا ما ادري ايش وضعها وتسجل هنا بياناتك ما ادري. وهذه اوراق برضو تعليمات كلها وانا بيها. اوكي نخلي هذول على الجنب كذا. عندك اليو اس بي مره اخرى حق الباور بانك الكبير والباور بانك الكبير. طبعا انا باخذ الصغير ممكن الكبير يكون لعائلتي
تحضون كذا يشتغل، عندك USB 2 يشحن 2 وتشحنه من هنا. تلاحظوا اوكي، هذه المنتجات جدا رخيصة، اتمنى تكون عجبتكم. ولا تنسى اللايك وسبسكرايب، وكان مع اخوكم تيركس، في امان الله.